بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بل قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيره. ولو ألقي معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخره. وجوه يومئذ ناضره. إلى ربها ناظره. ووجوه يومئذ باسره. تظن أن يفعل بها فاقره. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلي. ولكن كذب وتولي. ثم ذهب إلى أهله يتمطي. أولي لك فأولي. ثم أولي لك فأولي. أيحسب الإنسان أن يترك سدي؟ ألم يك نطفة من مني تمني. ثم كان علقة فخلق فسوي. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثي. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟